ركلة البداية لشوط المباراة الأول بصافرة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو الذي يظهر أمامنا في هذه الصورة، الرجل والذي بالتأكيد يعرف بأنه ملك البطاقات الحمراء، لأنه في نوفمبر عنده 5 أهداف هذا الموسم، سجل 3 أهداف في بطولة الدوري، سجل 2 في هذه البطولة. ونيكولاس خيمينيز يرسل كرة طويلة للأمام، الله، البداية المبكرة للوصل عن طريق سفيان بوفتيني قلب الدفاع الذي يلعب دور المهاجم ويتقدم للإمبراطور بهدف المباراة الأول مبكرا في هذه القمة. يسجل بوفتيني هدف هنا في زعبيل، هنا في زعبيل يسجل سفيان 2 أهدافه في هذه البطولة ويتقدم للإمبراطور بهدف المباراة الأول. بوفتيني مبكرا، الوصل يبدأ الحديث مبكرا، بوفتيني لم يكن مراقبا، الكرة في الشباك، لم يكن مراقبا لكنه يراقب مرمى الوحدة. كامل أرجنتيني اللي أدار 3 مباراة في المونديال، بالمناسبة كان أهمها مباراة البرتغال والمغرب والفوز التاريخي للمنتخب المغربي في ركلة جزاء، لكن هذه انطلاقة بيريز وهذا تدخل عبد الله حمد وحكم المباراة في طريقه ربما لاحتساب ركلة جزاء. ركلة جزاء لمصلحة الوصل، ركلة جزاء للوصل في الدقيقة 29. في مسألة قمة يعني فيها ذهاب وإياب أمامنا فابيو ليما وراشد علي على ركلة الجزاء، هدف الوصل أصبح واضحا للجميع، الطموح يكبر يا ليما في كل مباراة. هذه كرة فابيو، سجل ساحر زعبيل هدف ثاني للوصل في النصف ساعة الأول، يتقدم الوصل بهدفين على الوحدة هنا في زعبيل. عقدة الوحدة في السنوات الأخيرة، عقدة العنابي في السنوات الأخيرة. فابيو المناسب بالتأكيد سيتخذ القرار المناسب. سالم العزيز وفاكوندو تيو الذي احتسب ركلة جزاء في الشوط الأول للوصل، يحتسب ركلة جزاء للوحدة لمصلحة الوحدة عن طريق اللاعب الإيراني أحمد نور الله في الدقيقة 66. نور الله يتقدم، يسجل هدف أول لمصلحة الوحدة، يسجل في مرمى الوصل هدف المباراة الأول، وجمهور أصحاب السعادة يتنفس مع المدرب الصربي كوران بالهدف اللي يسجل أحمد نور الله من علامة